هذه الوقفه احتجاجيه كما كيعرف الجميع، جات كرد فعل على ذاك الاتفاق اللي كان ما بين بعض النقابات ووزاره الصحه ووزاره الماليه، اللي تم اقصاء ممنهج المطالب ديال الممرضين وتقنية الصحه. النقابات اللي وقعوا على الاتفاق للاسف، رغم ان غالبيه المكاتب ديالهم سميتو كيتكونوا من الممرضين، ولكن تم التخلي على المطلب ديال اهم فئه اللي كاينه في الساحه، واللي هي فئه الممرضين وتقنية الصحه. ولذلك احنا كنقابه مستقله خاصه بفئه الممرضين وتقنية الصحه كان لنا راي اخر، ونزلنا للشارع باش ناخذوا المطالب ديالنا ان شاء الله. بعد الحوار اللي كان مع الوزير، اللي كان فيه بزاف ديال النقابات، اللي تم الاقصاء التام ديال اكبر فئه اللي كتشكل 60% من الاطر الصحيه، اللي هما الممرضين وتقنية الصحه، اللي هما اللي هازين هذه الوزاره، اللي هما اللي كيديروا تقريبا النصف ولا 80% من هذوك ليطاش اللي كيداروا على مستوى المستشفيات ولا على مستوى المراكز الصحيه. كما كتعرفوا انتم شفتوا كمواطنين كيفاش كانوا الممرضين معبئين في هذه الجائحه، هذه كانوا كاملين جسد واحد، وما عمرنا درنا شي وقفه، ما عمرنا هضرنا، حتى دابا كنتفاجئوا في هذا الاتفاق اللي تم بين الوزير وزير الصحه والنقابات، اللي تم الاقصاء فيه التام من المطالب ديالنا اللي كانت في مطلبي من زمان، اللي هو التعويض على الاخطار المهنيه، الانصاف، التعويض على الاخطار المهنيه. راه ما يمكنش تخدم دي سيرفيس نفس الشخص نفس اطار واحد اخر كيخدم معك في نفس المستشفى، هو كيتقاضى اجر على الانصاف على الاخطار، وانت كتقاضى اجر واحد اخر، هادشي راه ما يمكنش. كاين المشكل ديال مصنف الكفاءات، مصنف الكفاءات اللي هو اللي شي حاجه، يعني اي دوله اي مهنه عندها، مثلا عندكم مهنه الصحافه، عندكم مصنف الكفاءات ديالكم، كتعرف خدمتك فين كتبدا وخدمتك فين كتسالي. الوغ الممرضين راه ما عارفينش فين شنو هي خدمتهم شنو هي لا، يقدر يدير شي طاش يدخل ليها الحبس، يعني يقدر يدير واحد الطاش اللي هي ماشي خدمته. خصنا نعرفوا شنو هي خدمتنا، يعطيونا مصنف الكفاءات اللي هو واضح باين، باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، تعرف فين كتبدا فين كتسالي. كاين مشكل ديال الهيئه اللي هي كنعتبروها مطلب اساسي، باش ما يكونش ذاك التسيب على مستوى المستشفيات، كتلقى دخلاء كيدخلوا المستشفيات، كينتحلوا الصفه ديال الممرضين اللي هما ماشي ممرضين للاسف، كيخليوا ذاك النظره السوداويه هذا المجتمع على الممرضين، هذيك النظره اللي كانت من زمان. ودابا راه كما كتشوفوا كاين الناس اللي لا علاقه لهم بالتمريض، التمريض الاخوان راه الناس كياخذوا اجازه، راه ماشي واحد من التاسع ولا من الباك وداخل لهنا وكياخذ داك الصفه الممرض. الهيئه اللي هي اللي تحد هذه الممارسات هذوم وتاثر هذا المشكل هذايا. رساله اليوم، رساله لوزاره الصحه، ان الايدي ديالنا ممدوده من اجل الحوار ومن اجل تصحيح المسار في جولات الحوار القادمه. ثاني حاجه، رساله لجميع المناضلين والمناضلات من اجل رص الصفوف حتى تحقيق المطالب. ثالث حاجه، رساله الى المواطن المغربي للتفهم ان جميع الاشكال النضاليه اليوم اللي تنخوضوها فهي من اجل مصلحه الوطن ومن اجل الامن الصحي داخل المؤسسات الصحيه، من اجل اخراج مصنف الكفاءات والهيئه.